في حضرة الشعر تصمت الكلمات. شاعر ضوى الكلمة الشعرية لتهمس بوحا نستمع إليه ونستمتع به. أتى خصيصا من محافظة الأقصر وتحديدا من مركز إسنا ليشارك في هذه الأمسية الشعرية. له ديوان تحت الطبع، إنه الشاعر عبد الرحيم مجلي الطاهر. فليتفضل مشكورا. حمرة الخد في الروض، متى نزلت واستعمرت صفحة الحوض، بما أرسلته من أريج عطورها على ورق يلهو ويسبح في فيض. تجمع في أبهى المروج وفوقه يجيء الندى يرسي اللآلئ للعرض، برابية تستقبل الطير ما سعى يخبر عني أين يقطع من أرضي. يلاقي من الأخطار ألفا مؤلفا، ولكنه لا يستريح من العض على ناجز يوفي بموعده، ولا يميل إلى الإهمال أو سره يفضي. وأهون ما في الدرب زخاته التي تجيء سهاما لا تصيب سوى العض. أنا ذلك الخالي من العشق والهوى، بقيت لوحدي في الحياة بلا نضي. شغلت حياتي باستعارة لوحة أروض فيها الحب من شدة القرض، وتلك إلى المحبوب بعض رسائل وبعض خطوف منه بعض من الومض، إلى أن ألاقيه وأشرب خمره وأعلم ما يسري علي وما يمضي، وأقرأ آية الحب من صفحاته وأجمع منثورا هناك ومن بعضي. هناك دعتني حيث نافلة الهوى فقلت لها تلك الشريعة بالفرض. شكرا جزيلا لشاعرنا الاستاذ عبد الرحيم مجلي المترجم. ادعو استاذنا الدكتور احمد عيد. احنا تعبنا الدكتور احمد عيد النهارده والله. الله يبارك فيك يا دكتور احمد، شرفتنا واسعدتنا. فليتفضل. بالفعل انتم الاضاءات على الدرب. هذا النظام للشعر، الشعر القديم هو طريق الرجال الإسلامي. نظم الشاعر الفاضل قصيدته على البحر الطويل الذي كثر دورانه في الشعر العربي قديما وحديثا، وقد أحسن في اختياره لقصيدته لأن هذا البحر وطيء النغم وهو الملائم لغرض الشاعر والمترجم لأحاسيسه ومشاعره والمصور لأحيلته والناقل لها إلى متلقي قصيدته في هدوء وتوان، مع اختياره حرف الضاد ليكون رويا لقصيدته بما فيه من صفة الاستطالة التي تزيد البطء بطء. ومن الوسائل التي جسمت الحركة البطيئة في القصيدة كسرة عطف الجمل الذي جاء في أكثر الأبيات، ففي هذا العطف دلالة على التباطؤ في حركة المعاني والتواني، ولك أن تقرأ الأبيات من العاشر حتى الثالث عشر لتقف على ذلك. ومن الوسائل التي جسمت الحركة البطيئة في القصيدة كسرة الألفاظ التي تشعر ببطء الحركة واستمراريتها، مثل دعتني، استعمرت، أرسلت، تستقبل، يجيء، ألاقي، أشرب، يسري ويمضي، وأقرأ وأجمع، فإنها تستغرق في خيال القارئ مدة تشعره ببطء المعاني في القصيدة تبعا للبطء الذي أظهرته ألفاظه. جاءت في القصيدة ضرورة من ضرورات الشعر الجائزة، وهي صرف الشاعر ما لا ينصرف
في البيت العاشر حين قال بعض رسائله، وهذا مباح للشاعر فقد أبيح للشاعر ما لم يباح للمتكلم، ومن تلك المباحات صرف ما لا ينصرف، لأن أصل ما لا ينصرف الصرف، فلما احتاج رد الشاعر إلى إيه؟ إلى أصل، فلما احتاج إليه رد الشاعر إلى أصل. ترك الشاعر صرف ما لا ينصرف. نعم. وهل منع ما يصرف؟ لا، هذا هو المستقبل. الأصل في الأسماء الصرف. تمام. إنما منع ما يصرف. نعم هذا المستقبل. ترك الشاعر لغة الجمهور من العرب الذين ينصبون المضارع بأن المصدرية، وجاء بلغة لبعض العرب الذين يهملونها تشبيها لها بما المصدرية، فرفع المضارع بعدها لأن وزن البيت الحادي عشر لا يستقيم إلا عليه، إلى أن ألاقيه أشرب خمره وأعلم ما يسري علي وما يمضي. وقد ذكر جماعة من النحويين هذه اللغة، حتى ابن مالك رحمه الله ذكرها في الألفية وقال وبعضهم أهمل أن حملا على ما أخطئ حيث استحقت عملا. فليس شاعرنا بملوم. نعم. أنت قرآني على أسماء ويحكمها مني السلام وألا تشرح. نعم نعم. فليس شاعرنا بملوم على ذلك في شعر. قال ابن جني رحمه الله في آخر باب اختلاف اللغات وكلها حجة، وكيف تصرفت الحال، فالناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطئ، وإن كان غير ما جاء به خيرا منه. للشاعر الفاضل تحياتي وتقديم. وأيضا أشكر شاعرنا الكريم الذي كنت أظنه أكبر من ذلك بكثير، كنت أعتقد أنه رجل كبير، فإذا به شاب في مقتبل العمر بإذن الله، العمر المزيد والإبداع يزيد بإذن الله. يعني أريد فقط أن أقدم لك يعني كلمة بسيطة، يعني اجعل الكلمات تقرأ شعرك، يعني أنت تقرأ الكلمات لكن اجعل الكلمات تقدم إحساسك، يعني اترك لنفسك أن تمسك على نفسك مخافة أن تقع في الخطأ، اترك نفسك على سجيتها ستكون أجمل بإذن الله. شكرا جزيلا.